فيلم Thicker Than Water من إخراج كارولين لابوشي. فيلمنا بيبدأ بواحدة بتجري في الصحراء وفجأة بتقف قدام قبر وبتصرخ وبتبدأ تحفر عند القبر ده لحد ما بتلاقي حبوب كتيرة مغطية وش شاب، وبعدين بتصحى من النوم مفزوعة وبنكتشف إن ده كان كابوس، فبنلاقي شخص جنبها بيهديها وبينصحها تاخد حبوب منومة عشان الكوابيس دي. وبعدين الصبح بنكتشف ان الراجل ده جوزها، وبنتهم بتقول لهم ان عندها ماتش مهم النهاردة ومستنياهم، ولكن الحماس ما كانش ظاهر على الام. وبعد ما بتمشي البنت بيحاول جوزها يقنعها انها ترجع الشغل لان الدخل في البيت اصبح قليل جدا، ولكن هي قالت له انها مش مستعدة لده حاليا، فاقترح عليها انهم يأجروا أوضة عندهم في البيت لطالب جامعي وقال لها تروح الجامعة تحط نشرة بالتفاصيل. بيروح باسان الاب الشغل وبيبقى برا البيت شاب مريب في العربية بيبص على البيت وبيمشي، ولما بتروح الام تعلق النشرة في الجامعة بتتخيل شكل زاك الولد اللي شافته في الحلم في وشوش الطلبة. وبعد ما بتمشي بنلاقي الشاب اللي كان قدام البيت بيروح ياخد النشرة دي وبيعينها. بيج الأم بتحاول تروح الماتش لبنتها ولكن ما بتقدرش، وبتروح تتفرج على فيديوهات تخرج زاك، وباسان بيكون مع البنت اللي كانت متضايقة بعد الماتش لأن مامتها ما كانتش موجودة، وبنكتشف إن زاك ده هو ابنهم اللي فقدوه من أكتر من سنة بسبب جرعة مخدرات زيادة، ولكن الأم مش قادرة تتخطى ده. وبعد كده بيروحوا البيت والأم بيج بتبارك لإيدي بنتها على النتيجة، ولكن إيدي كانت مقموصة منها فقالت أنا رايحة أخد دوش. فباسان بيبدأ يعاتب بيج على إنها ما جاتش وإنه خلاص زاك راح وإيدي بنتهم محتاجة رعاية أكتر من كده، ولكن بيج بتقوله إنها بتحاول ولكن مش قادرة تشوف الشفقة في عيون الناس أو تسمع التعازي من حد، وإنها مش عارفة إذا كانت هتقدر تكون كويسة تاني ولا لأ. بتروح بيج تجري شوية وبترجع بتلاقي براندون الشاب اللي أخد النشرة من الجامعة، وبيطلب يأجر الأوضة بس بتقوله إنهم عاوزين يأجروها البنت مش ولد علشان عندهم بنت مراهقة، بس هو بيطلب منها إنه يأجرها لمدة أسبوع أو اتنين لحد ما يلاقي مكان تاني لأنه مش لاقي مكان وبيضطر يبات في العربية. فبتسأله عن تخصصه فقال لها علم النباتات، فبتقوله إنها هتتواصل مع جوزها وتكلمه بالليل. بسان بيوافق وبيسألها عن رأيها في الولد ده، فبتقول إنه كويس وبيدرس نفس مجال زاك سبحان الله. بيجي براندون علشان يسكن معاهم، وبعد كده في مرة العيلة بتكون بتتغدى على السفرة وبيدخل عليهم براندون وبيعزموا عليه يقعد معاهم، فبيقعد وبيبدأ يتكلم عن دراسته. وبعدين بنلاقيه واقف بيتصنط على أوضة بيج وجوزها وهم بيتكلموا عنه وعن دراسته. مش بقولكم مريب؟ بيكون براندون في الجامعة وزميلته بتوقفه وبتعرض عليه ينضم ليهم بعد المدرسة في مجموعة بيساعدوا فيها بعض في المذاكرة، ولكنه بيرفض وبيقول لها إنه لازم يمشي علشان هيطبخ النهاردة. فبتسأله هو أنت عايش مع عيلتك؟ فبيجاوب إنه آه عايش مع عيلته وعنده أخت صغيرة ومطلعة عينه، وبيمشي. ولما بيروح البيت بيلاقي باسان بيحاول يصلح عربيتهم القديمة فبيساعده وبيصلحها، وبعدين بيدخل عشان يحضر العشاء وبيبدأ يتكلم مع بيج وبتحكي له عن زاك وإنهم فقدوه. فبيبدأ يحكي لها عن حياته وإنه فقد أبوه وأمه في حادثة وهو عنده 8 سنين، وإنه تربى في دور رعاية أو عند عائلات بالتبني وكان بيتعلم الطبخ عشان يبهر العائلات دي ويحبوه، ولكن الموضوع ما كانش بيمشي لحد ما أخد المنحة الدراسية دي. بعد كده بياكلوا وبيتكلموا، وبيج بتقرر يلعبوا بعد الأكل زي ما كانوا بيعملوا زمان، وبدأت بيج تقرب تاني من باسان وحالتها كانت بتتحسن، بس إيدي كانت بدأت تحس بغيرة من براندون وإنه بدأ يقرب منهم أكتر. بيحاول براندون يقرب من إيدي ووصلها للمدرسة وعرض عليها لو محتاجة مساعدة في المذاكرة. بتوصل إيدي المدرسة وبتسألها صاحبتها عن مين اللي كانت راكبة معاه ده، فبتقول لها إيدي إنه واحد مأجر الأوضة بس هي حاساه مريب ومش مرتاحة له. وبيوصل براندون الجامعة وبيناديله واحد باسم كريس، فبراندون قال له إن هو مش كريس، ولكن الشخص أصر إن ده كريس وكان بيدرس معاه وكان بيغششه مقابل فلوس في حصة التاريخ، لكن بيزقه براندون وبيقول له إنه مش كريس وبيمشي. وبعدها بيخرج الولد ده من بار وبيلاقي براندون مستنيه. أول ما يركب العربية بيستخدم الصاعق وبيخدره وبيولع في العربية كلها وبيقول له أنا اسمي مش كريس، بين قوسين أنا محدش يتحداني. وبيرجع براندون البيت وبيمسك صورة لزاك قدام المراية وبيحاول يقلده في ضحكته وفي شكله، وبيرجع الصورة لمكانها وبيلاقي جنبها بازل. تاني يوم بترجع بيج من الجري وبتلاقي براندون قاعد على الكنبة بيضحك وبيسألها إنه حابب يبقى يجري معاها، وقال لها إنه شاف البازل وإنه بيحب يحل الألغاز اللي من النوع ده. قالت له إنها كانت بتعمل ده مع زاك كل يوم سبت بس من ساعة ما مات والبازل ده زي ما هو.
وبتتمشى ايدي مع باباها وبتقوله انه غريب ان بيج بدأت تتحسن فجأة، وبتقوله ان براندون ده شخص غريب ومش مرتاحة لوجوده، فبيوعدها انه هيمشي قريب. وبيرجعوا البيت وبيلاقوا براندون وبيج خلصوا البازل، فبتزعل ايدي وبتقول لمامتها انها طلبت منها كتير تخلص معاها البازل ده وهي كانت دايما بترفض، وبتقول لبراندون انه مش جزء من العيلة دي وبتروح عشان تبات عند صاحبتها. وبتتكلم مع باباها انها عاوزة مامتها ترجع معاها زي الاول، وانه مش هينفع يحاول طول الوقت يعوض مكانها، وكمان عرضت عليه تشتغل في اي مكان عشان يمشوا براندون، بس ابوها رفض وقال لها تركز في مذاكرتها. وبعدين بتروح ايدي لصاحبتها وبتحكي لها عن براندون وانه شخص مريب ومالوش اصحاب خالص، فبيدوروا عليه على فيسبوك وبيلاقوا ان كل صوره سيلفي وما عندوش اي صور مع اي حد، وكمان لسه عامل الاكاونت من سنتين بس، وصاحبتها ضغطت لايك بالغلط زي اي اتنين صحاب بيعملوا ستوكينج. تاني يوم بتروح بيج حفلة باربيكيو عند بيت صاحبة ايدي كارا، ودي اول مرة تخرج تقابل ناس بعد موت زيك، وبيروح معاهم براندون وبتراقبوا ايدي وكارا من الشباك لانه كان قاعد لوحده قدام البسين، وفجأة بتظهر طفلة تلعب معاه بالكورة فبيرمي الكورة في البسين والبنت بتقع، فبتخبط ايدي على الشباك بياخد باله وبينط براندون ينقذ البنت. فبينزلوا كارا وإيدي يقولوله إن هم شافوه وإنه عمل كده عن عمد، بس هو بيقولهم إن الموضوع مجرد حادثة وإنهم شافوا غلط، وبيمشي عشان عنده تجربة في المعمل. فبيروحوا إيدي وكارا يفتشوا في قطه، وبتلاقي إيدي كارت على المكتب لعيد ميلاده الثامن من أبوه وأمه، بس بتستغرب إزاي عيد ميلاده الثامن والكارت مطبوع سنة 2012، وبتلاقي صورة لعيلة على المكتب بتصورها وبتصور الكارت وبيخرجوا. بتخرج بيج مع مديرها في الشغل وبيحاول يقنعها ترجع تاني تشتغل، وبتبدأ تقتنع وحست انها مستعدة، بس بتيجي واحدة صاحبتها تكلمها عن زاك وموته قد ايه حرام كان ولد جميل وانه ما يبانش عليه انه بتاع مخدرات خالص، فبتحس بيج انها لسه مش مستعدة تنزل الشغل وبتمشي. بترجع ايدي البيت بتلاقي براندون في اوضه زاك، فبتصور وبتغضب وبتقول له ما ينفعش يكون موجود هنا، فبيقول لها انه كان بس بيستلف آلة حاسبة، فقالت له ما تدخلش هنا مرة تانية. بص لها براندون بصة مخيفة بس قطع المشهد دخول بيج البيت، وحاولت ايدي تقول لها على اللي حصل بس هي ما كانتش عايزة تسمع حاجة. ونزلت تتمشى ايدي مع باباها وحكت له على اللي شافته في اوضه زاك ويوم الحفله، وقال لها انه خلاص لازم يمشي، ولما روح قال له ان هو لقى شقه كويسه، بس اعترض بيج على الموضوع، ولكن براندون قال انه هيروح ويشوفها. وبعدها راح براندون يشوف الشقه، ولكن استخدم ولعته عشان يشغل انذار الحريق في الشقه وحصل فيها مشكله وباظت. فلما باسان عرف اتكلم مع براندون انه معاه لحد اخر الاسبوع يشوف مكان تاني. بتتكلم بيج مع براندون انه قرار انه يمشي مش هي اللي عايزاه، وبتلاحظ وجود لدغات نحل على ايده ورقبته. بعدها بنشوف براندون بيحط البسان ورا الفرامل برطمان في نحل، وبتتقلب العربية ببسان وبيروح المستشفى، وبتقول لها الممرضة انه حالته خطر بسبب لدغات كتيرة من النحل. وفي نفس الوقت كانت ايدي عند كارا وعملت سيرش على الصورة اللي لقيتها في اوضة براندون، بتكتشف انها عيلة مكونة من اب وام وابنهم وتعرضوا لحريق ادى لموتهم ما عدا الابن كريستوفر اللي بتكتشف انه براندون، وبتجري عشان تلحق مامتها وتقول لها الكلام ده في البيت، بس بتروح ما بتلاقيهاش وبتلاقي براندون بس. بيج بتجمع في المستشفى ان براندون هو المتسبب في حادثة بسان بسبب لدغات النحل، وبتجري على البيت عشان تلحق ايدي لانها ما كانتش بترد على الموبايل. ولما بتروح بتلاقي براندون مكتفها، وبتبدأ ايدي تقول له امها انه مجنون وانه حرق عيلته كلها. فبيبدأ براندون يتكلم انه كان متابع زاك وكان بيحقد عليه علشان ما كانش مقدر نعمة وجودكم، وانه حرق اهله عشان كانوا يستاهلوا، وانه كان نفسه يبقى جزء من العيلة دي، وان كل حاجة كانت هتمشي كويس لولا تدخل ايدي. بتحاول بيج تهدي براندون وتقول له انهم فعلا عيلة، وبتطلب منه يحاولوا يتخطوا ده لحد ما خلته يهدى، وقالت لإيدي تهرب، ولكن بيجري وراهم براندون وبيحاول يولع في إيدي، ولكن بتلحقها بيج وبترمي على براندون مادة مساعدة على الإشتعال، فبيتحرق هو وبيموت. وبعد 3 شهور بترجع الحياة لطبيعتها، وبترجع بيج الشغل، والعيلة بترجع مرة تانية لحياتها، وبتتخطى موت ابنها في نهاية سعيدة. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.